الناس كلها اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من الماتينال سي 10 على اي اف ام 7 و10 دقائق الخميس 3 جوان 2024. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، كثروا مسلتوا عني بي الفوليزي، وان شاء الله نهار باهي ما تسمعوا فيه كان الاخبار الحلوه. للاسف البارح سكرنا نهار على اخبار مش باهي، نحكيو على سقوط امني من عماره، سقوط ادى لوفاته، والتفاصيل باش نعرفوها شوي اخر. اخبار باهي بار كونتر يجينا من الجنوب، اتفاق امني بين تونس وليبيا على اعاده فتح راس جدير، يبدو ان الامور هذيا الامور باش تكون رسميه. تفاصيل مع مراسلنا من مدنين. حظر استخدام الهواتف قبل 11 سنه، منين يجينا القانون هذيا؟ الاجابه ان شاء الله في الساعه الثانيه. مقداد السهيلي يرفع قضيه باللي يكتبوا في الكومنتات اللي فيهم سبين على صفحه قناه الحوار التونسي، لوين باش تهز الحكايه؟ نحكيو في الموضوع بعد شوية. مش نحكيو زادا اليوم على موضوع يمس برشا من اللي يسمعوا فينا، المشكلة اللي تعاود كل عام متاع الروضات اللي يجبروا الصغار يجيبوا فلوس على أساس أنه مصروف حفل آخر السنة. هذا وغيره من المواضيع نحكيو فيها إن شاء الله في حلقة الخميس 3 جوان 2024 من الماتينال سي 10 على EFM. من 7 ل 10 متاع الصباح خلع بيتي وسيمة سعفي، صباح النور. نهارك زين ورضايت والدين سي خالد، صباح الفل للناس اللي يسمعوا فينا الكل، ومرحبا بيك وبأخبارك. أريج حمروني تغيب علينا اليوم يوعك الصحية شرط لباس للأسف، شرط رجع لنا غدوة. حاضر معنا كيل عادة باجة في الإخراج، حسين مشي في الإعداد، إيمان في EFM TV، ونرمين في الديجيتال. بعد شوية تسمعوا احوال الكياسات. سينا واش نحويلك انت امورك باهيه؟ والله صافا ان شاء الله كي ترجع عريج ما تقوليش قالوا سي مرتحنا ومنها وكل ما دي ما قلتش ما نقولش فينا طفله وكل شيء مسجل. اي باش ما تبداش الفتنه من بعد خويا غيبها ملحوظ فتنه راهو في الفيسبوك. اي باه باش ننشر محادثتنا انا وياك خالد في الجروب. شنو امورك؟ تسريبات والله صافا لاباس الحمد لله. انت قلت لي تفرج في فيلم، شنو الفيلم؟ تفرجت في فيلم عامل معناها تقريبا هو الفيلم الاكثر مشاهده على منصه نتفليكس، شفته بامال دو فوا وقررت البارح اني نتفرج فيه. اسمه اندر باريس، يحكي على القرش المتحول جينيا اللي بسبب التلوث وبسبب اللي صار في المحيط والتغير المناخي ولا وهذوكم الحاجات هذوكم الكل، دونك يلقى روحه في نهر السين في باريس. باهي الفكره. داكور دونك ويفتق في يا اخي ما نجمش يعيش في النهر. انا قلت لك متحول جينيا ديجا، دونك ديجا ديجا قاعد يتكاثر بطريقه غريبه معناها ويعيش حتى في المياه العذبه، معناها وصل معناها يعيش في النهر. دونك كيفاش دخل النشطاء البيئيين شنو عملوا؟ لا بيان سور قصه خياليه ونهايه غير سعيده بالنسبه للعباد اللي باش يتفرجوا في الفيلم. ممكن توا نقول لهم راهي نهايه غير سعيده، لكن اللي يستناو في الاخر كانوا البطل هكا باش ينقذ باريس من الخطر الداهم وكل. ما هي ما تحرق لكم، ما تحرق لهمش. لا لا ما حرقت لهمش الفيلم، في تفاصيله راهو فهمت البنا في تفاصيل. انا بار كونتر فما سيري عامله بوليميك الايامات في نتفليكس، بوليميك ما بداتش تكبر في تونس وفي العالم العربي. علاش نقول في تونس وفي العالم العربي؟ على خاطر السيري هو معناها دول ابسوليو في القاعده العامه، مانيش نحكم في العباد شنو تعمل شنو ما تعملش، شنو تكتب شنو ما تكتبش طبعا، ومانيش نفس الثقافه. اما السيري بروفوكونت شويه، فما نعرفش. اهم شيء نقول لك فكرتها وتقول لي سيريس مرايل. شنو تحكي السيري هذيا؟ تحكي على قصه انسان في سيريا ولا رسول، باش تفهم علاش عامله بدات تعمل في بوليميك، قطريه جديده وبدات تثير في الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، والبوليميك ظاهره باش تكبر بشويه بشويه. انا احنا حطيناه الموضوع على الطاوله في تونس. اسمها رايل، تحكي على واحد في السبعينات ولا في الثمانينات، سبعينات يقول لي كوم كوا جاه اكسترا تيريستر، جاوه ديز اكسترا تيريستر وهزوه ومن الكوكب الاخر هبط كتاب سماوي معناها. ونحكيو على يحكيو على رسول بمعجزاته هي معناها، هو نص بروحه رسول معناها، هو جاب الكتاب للعباد قال لهم راهو انا رسول وانتشر فهمت الحكايه. سوف كو هو ان با ان كومبورتمون اكزومبلير، فهمت شنو هو الحكايه معناها؟ ما نعرفش كيف. اسمع تفرجت شويه انا حسيت راهي مش متقلق، اما شنو هو هذا معناها كيفاش ناخذها الحكايه؟ شوكونت شويه الحكايه معناها. ما اي بيان سور بيان سور فهمت، ما نعرفش بون
في الاخر انا مانيش معناها ما نجمش نجي نقول نمنع الناس من التفكير ولا من واحد ما الحكايه اللي بروفوكونت شويه ما نعرفش مي اوميم حاسيلو سي سونسيبل فهمت شنو نقصد ما عرفتش شنو احساسي وانا نتفرج ماكش فاهم روحك كي exactly خليك تتساءل حتى بينك وبين روحك علاش يعملوا حاجه هكا مي ما تنجمش تقول للعبيد معليش نعملوا حاجه هكا فهمت هو ما هيجمو حتى دين اخر اتونسيون سي سا الانتيليجنس ما هيجمو حتى دين من الديانات الموجوده موجوده طبعا نقول لك راه من وحي الخيال ودرا شنو تنجم تكون سيونس فيكسيون تنجم تكون في الـ هي ماشي غادي بيسكو فما دي اكسترا تيريستر وجو هذاك الكل مي فما زيد ان كوتي سبيريتويل في الحكايه هاني قلت لك غريبه سيري اللي جاتو الفكره من بليد مش جوي برشا سيريات المعقده هكا اللي جمله سامبليسيتي لي ميساج اللي تعداو اترافير هكا قصه ولا سيناريو بسيط بون جو بريفير ودي تحكي على سامبليسيتي جد بحثنا جهين ملكه السامبليسيتي في الحكايه لما ملكت البساطة بساطة بساطة شو حاولك مدام جيهان شو معنى بساطة حدد حاجة بيه قلت لك لسامبليسيتي في لابوتي ما فهمتهش سارة لا فهمتها لا فوت رافيك تتسويت من 13 جوان 2024 مرحبا بكم من جديد في الماتينال سيد ديس على اي اف اي مازلنا مواصلين مع بعضنا حتى العشرة متاع صباح طريق سلامة اللي يسمع فينا ومنطلق نحو العمل جماعة البكالوريا اليوم سبحة ورقدين كهو حصيلة في الصدور ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وان شاء الله بالتوفيق زيدا للأساتذة اللي باش يصلحوا نكونوا كوريكت وكهو بالتوفيق الكل من عدا واللي محضر روحه واللي عارف روحه وباش يتيح كنترول يبدأ ما يخوكم من هايرين راحة أما يبدأ يحذر على بكري يبدأ يريفز على بكري جوست بلي وسعوا بالكم على كوبي الأساتذة اللي قاعدين يصلحوا نعرف طقس سخون نعرف ضغط نعرف فنداني أما بلي وسعوا بالكم قد ما تنجم بربي تتصوري معناه يأثر لي كونديسيون يأثروا على النوت خاطر نعرفوا لي أنا بابا يصلح مثلا قبل نوفي ماني ويقول لي راهو سالة فرانسي سي اون سال دو كلاس اللي تبدا سخونة ماهيش كليماتيزي في أغلب الحالات وصيف وفهمت شوف أنت مرة قلت كلمة إنه الفريز داتاك اللي تعملها راهي تأثر في الدوفوار الكل وي. فهمت دونك فما حاجة يا أنت باش تشره البروف حتى خطك يبدا مزيان راهو ينجم يخلي هذوما راهو لي زانغريديون اللي يخليه البروف يصلح معناها كوبي وهو مرتاح اي انا نحكي لك على سيت او الدوفارات تعديو نحكي لك على الكونديسيون بتاع البروف بيدو وهو يصلح entre conditions يبدا مرتاح فيها وقاعد على كرسي مرتاح و وكون دي كونديسيون اللي نعرفوهم اللي يصلحوا فيهم السخانه السالة الحس الكرسي القاعده هو شنو مشاكله الشخصيه تاثر هذا الكل بطبيعه ياثروا في الاصلاح اذا كان هو خارج من داره منرفز ومش كيما الكوبي الاولى كيما الكوبي بتاع ماضي ساعتين بتاع القايله بطبيعة. اي سي با واحد معناها هي تدخل اللعبه على الناس الكل قال الاخر اما تدخل في شنو اللي يصلحوا بالشات جي بي تي ليه كمان فما طريقه تسليح مثلا سورتو في المواد الادبيه بلوزو موا مثلا الفلسفه جودي بيان راهو البروف يصلح بالكيف فهمت اذا كان عنده كيف شقرا الكوبي نتاعك راهو يعطيك نوتك تو المات مثلا واضحه بشقرا ليكواسيون انت شعطيت شعملت فما ريزولتا باش تلقاها في الاخر فهمتني كيما نخرجوا نسالوا بعضنا قبل شلقيت انت كذا شعطاتك ليكواسيون ذي دونك واضحه بلوزو موا اما في الفيلو ولا في بعض المواد الاخرى ولا تاريخ انت والكونديسيون نتاعو انت والتفكير نتاعو تنجم انت تعطي العبد دي ريفيرونس مثلا دو غوش وهو يطلع يميني ولا يتاثر بطبيعه الحال ولا شبيه هذي اكيد انا شوف وقت اللي قريت في الباك قريت عند استاذ فلسفه يساري ما نقولش يساري متطرف اوكي سيتي في عاد بن علي وقتها معناها فهمت وكان اصلا يمنعنا من الاحتفالات نتاع 7 نوفمبر دخلنا الكلاس سكر علينا يقولنا خلي يحتفلوا على ارواحهم وديكو ردنا عرفتك المناضلين ملي قبل ما ندخلوا للعالم نتاع الجامعه المهم انا جوفوا اذا كان هذا استاذي باش يصلح كوبي نتاع انسان يعني منتمي مثلا للاسلام السياسي وعنده الافكار هذيك حطهم في الدوفوار شي حشو في النوت صدقني معني ما يفوتش والعكس صحيح والعكس بالعكس بطبيعه الحال دونك الايديولوجيا نتاع الاستاذ تاثر في التصنيف لازمنا نخمو في سيستم جديد وين فما
انتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي يصلح. هو دو بريفيرونس كي تكتب حاجه في دوفوار حاول انك تبعد على الايديولوجيات الدينيه والسياسيه، وحاول انك تعمل على الاقل حاجه بجموع تدخل فك الحياد معناها كي قلتها ترضي الجميع. جو بليزونتي ا موتي قال الاخر، اما ماشيين في ثنيت انه معناها لي زيكزامان في العالم الكل باش يوليو يتصلحوا بالذكاء الاصطناعي، باسكو سي كيتاب اللهم الحاجات الابداعيه راهي ما تتصلحش. وي دوفوار تعمات دخلوا للشات جي بي تي ولا الماكينه ديزون راهو تخرج لك ريزولتا ويعطيك النوت نتاعك بالضبط قد ما انت تستحقها. بار كونتر حاجه فيها حديث، فيها حديث باخر عن حديث. احنا مع زميلنا ميمون التونسي مراسل اي اف ام في مدنين. ميمون صباح النور. مرحبا بك خالد، تحيه ليك وتحيه لكيب الماتينان ومستمعي ومستمعاتي في اف ام، وين يوصلهم صوتنا وصوتكم ونكتب ساعه في الدردشه الصباحيه عن الفلسفه والرياضيات، وان شاء الله نقولوا كان الحصل يكون وفير ونسمعوا برشا صغارين في كل البيوت التونسيه. فرحه كبيره البارح اكيد خالد واحنا مش نحكيو وسمح لي احكينا على معبر الرشيديه بمعتمدين من بلدان، حكينا عليه في مناسبات سابقه، معبر مغلق منذ 3 أشهر. وسائل الاعلام حكيت برشا على زياره وزير الداخليه التونسي مع وفد رفيع المستوى ويمنى من اللقاءات والجلسات الماراثونيه. تمثلت عن هذه الجلسات عن عوده النشاط منذ هذا الصباح لهذا المنفذ الحدودي الهام بين تونس وليبيا، ونزيد ناكد اللي هو يعتبر من اهم المعابر في افريقيا. اليوم بصفه تدريجيه فما عبور لسياره الاسعاف للحالات الاستثنائيه، الحالات الخاصه اللي يتم منحها من السلطات التونسيه او الليبيه او الجزائريه السلك الدبلوماسي، وهذا في انتظار العوده بصفه رسميه لحركه المسافرين والتجاره ان شاء الله بعد العيد كما اليوم الخميس القادم، وان شاء الله نكونوا مواكبين على عين المكان في معبر راس الجديد. وحسب تم الاعلان عليه امس صديقي خالد هناك معنا حضور لوزير الداخليه التونسي وكذلك وزير الداخليه المكلف في ليبيا، و فما برشا اشياء نطقت عن الجلسات اللي صارت امس. اهم حاجه وانتم حكيتوا عليها المره اللي فاتت وحكينا مع بعضنا هي مشكله تشابه الاسماء لمواطني البلدين، لقاو حل ظهري على مستوى الامور اللوجستيكيه خاصة الإعلامية الأمنية لتفادي مفاجآت غير سارة لتونس وليبيا في خصوص هذا الملف، ملف تشابه الأسماء لمواطنين في تونس وليبيا. زيد نقول لك خالد اللي تقرر عدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين تونس وليبيا. كان هناك خوفات هذه السوق دفع ضريبه سواء الدخول او الخروج للتوانسه او الليبيا، حسب ما تم الاعلان عليه تم الاتفاق على عدم فرض اي رسوم او غرامات ماليه غير متفق عليها كما قلت بين تونس وليبيا. كذلك لابد من الاشاره اللي تقر فتح 6 ممرات الكترونيه، عفوا فتح البوابات 4 اولا المشتركه في معبر راس الجديد بين تونس وليبيا. هذا عندما يعود المعبر بصفه رسميه يوم الخميس القادم شو نقولوا؟ نقولوا بعد هذا يامن الاهالي وخاصه الناس اللي تخدم على الخط يقولوها باللغه الدارجه هنا في الجنوب التونسي الحبيب، تكون التسهيلات موجوده، الحركه بانسياب كبير، وتزدهر الحركيه الاجتماعيه والاقتصاديه في معتمديه بنجازان. وهنا يا خالد وحكينا ما في المره الفارطه كان ركود كامل على المنطقه، كذلك على المساحات الخاصه في جرجيس وجربه وباقي المدن التونسيه، دون ننسى السياحه وما ادراك ما السياحه، لان السوق الليبيه هي تعتبر السوق الثالثه
على مستوى عدد الوافدين نحو الوجهة السياحية بجزيرة الأحلام جربة او مدينه الزيتون الصيجاريس. عندك سؤال خالص؟ دونك لا باش نعاود نثبت دونك شي يصير فتح جزء من الاول ومن بعد نهار 20 جوان الفتح التام للمعبر. وهو كذلك الفتح الجزئي ينطلق اليوم. اليوم الصباح الحالات الاستثنائيه نقول حالات استثنائيه نعاود ناكد سياره الاسعاف سلك الدبلوماسي كذلك الحالات الخاصه اللي يتم منحها من طرف السلطات التونسيه او الليبيه او الجزائريه معناها حتى الاخوه الجزائريين بامكانهم ان يستعملوا المعبر هذا في الحالات الخاصه اليوم بصفه استثنائيه ونهار الخميس الحركه ان شاء الله تعود. وبالنسبه للمواطنين الليبيين تم الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الالكتروني لسيارات المواطنين الليبيين. المشكل نتاع شو يسميه الحارات نتاع الكيس اللي يتلقاو في معبر في منفذ واحد هذاك تم حله ولا لا؟ هذا احنا مانيش عن عين المكان المفيد اللي تم الاتفاق عليه مش يتم فتح البوابات الاربعه تم الاتفاق عليه باش يتم فتح البوابات الاربعه المشتركه معبر السجيل بين تونس وليبيا. هذا مهم جدا كي اربع بوابات يعملوا برشا حوايج وخاصه تخفيف مده الانتظار. حتى وزير الداخليه المكلف قال ان شاء الله يقع تقليص مده الانتظار خاصه الصيف على الابواب ومش على باب الصيف وصل رغم اليوم الطقس اصبح مغيم بشكل 100% راه في الجنوب اليوم في المدينه. اما نحب نقول لك اللي كل الامان باش خاصه الانتظار ما يكونش كما في مناسبات عديده يقعدوا حتى ب 8 و 10 ساعات وساعات تبقى انسياب سريع معناها ما تفهمش علاش الفلو كيفاش يمشي معناها الفلو يمشي في ساعة وساعات يبدا يقعد ب 6 او 8 سوايع. هذه خطوه ان شاء الله كما قلت ديما العلاقات التونسيه الليبيه تكون في ابهى صورتها وانفان تحل المشكل اخيرا تحل المشكل بتاع مع بوز اخيرا بعد 3 شهور او اكثر وان شاء الله نبعث الصور امتى مكنا من الحصول على بعض الصور في دخول بعض الحالات الاستثنائيه ان شاء الله من معبر الرصيديه. يخليك يا ميمون. يخليك ربي يفضلك يعيشك يا بلاغ. ميمون التونسي مراسل اي اف ام بمدنين مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. مواصلين في الماتينال حتى لل 10 متاع الصباح. بعد شويه باش نحكيو على حالة وفاة أمني عقب سقوطه من عمارة يقتنها عدد من أفارقة جنوب الصحراء. تفاصيل تسمعها بعد ما نسمع سالم هلال. صباح النور. صباح الخير. وعلى العشرة متاع الصباح على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم من جديد. 7:34 ماتينال سيديس على EFM حلقة الخميس 3 جوان 2024. صباح النور. صباح الفل مرة أخرى للي مازال كيف حال الراديو مازال كيف حال عيني مازال كيف ولا في اثنين الخدمة البرشة يسمع فينا في اثنين الخدمة إن شاء الله يوم عمل باهي للناس الكل. بعد ما حكينا على اتفاق تونسي ليبي فيما يخص إعادة فتح معبر راس جدير باش نحكيو على مصادقة على مشروع تجديد السكك الحديدية باتفاق تونسي سعودي المرة هذه. هذا اتفاق القرض المبرم بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات وين البارح صادق النواب ب 93 صوت نعم. وأكدت كانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أنه إمكانية التمويل الذاتية للدولة ما تخلينيش نستغناو على التمويل الخارجي مما يستدعي لجوء تونس أغلب بلدان العالم إلى الاقتراض لإنجاز بعض المشاريع الكبرى منها المشروع هذا متاع السكك الحديدية لنقل الفوسفات. وهذا في ردها على تدخلات بعض النواب اللي أعربوا على عدم رضاهم على اقتصار أشغالهم على مناقشة اتفاقية القروض بشكل عام. دونك المسألة هذه تطرح أكثر من تساؤل. وقالت الاقتراض يصبح مفيد للدولة إذا توفرت فيه شروط تتعلق بنسبة الفايدة وفترة الإمهال عن التسديد ومدة إنجاز المشروع المتعلق به. ونحكيه لهنا على مشروع التجديد السكك الحديدية وكان بودي أنه المشروع هذا
ما يتعلقش بتجديد السكاك الحديدية لنقل الفوسفات فقط، ولكن لتجديد الشبكة بتاع السكاك الحديدية في تونس كل واحدة 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 واحدة. ميسيلش مادام بدينا بحاجة، مادام بدينا بشانتي تو يجيو شانتيات الاخرين. فيما يخص القروض راه هذو الابسولوت معناها ماهيش مشكل القروض في حد ذاتها، اما وين تمشي القروض هو الاشكال. كي تاخذ قرض باش تعمل به سبيتار مثلا جي نابورت كوا، ومن بعد تجدد به المكاتب وال 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 والبيروات نتاع مجلس النواب، سي با نورمال. كي تاخذ قرض فهمت، كي تاخذ قرض شفنا برشا قروض في العشريه اللي محلاها هذيك اللي مشيت مش في بلاصتها تو سامبلومون. هو اكيد وهذاك المشكل. القرض النواب فاهمين انه ماشي لبلاصته، ولكن نحكيو الوزيره بالنسبه للسيده الوزيره هي تعتبر انه مثلا القرض هذا اللي باش يتم تسديده على 20 عام بنسبه فائده تناهز 2% وفتره امهال 5 سنوات هو اهم حاجه في القرض. اكزاكتومون. عندنا مارج اللي اهم منه هو نحكيو على ديبونس باش يكون فيها ان روتور سور انفستيسمون اذا مشى المشروع كما ينبغي. خاطر احنا شفنا في ال 13 سنه الاخرانيين برشا مصادقات على برشا مشاريع تمويل خارجيه لحاجات في تونس وقعدت واقفه، واشهرها السبيتار نتاع السبيتار نتاع القروان. دونك انت سعوديه راهي توافق على التمويل، اما لازمك تجيب لها مشروع طبعاً. كامل ومعناها خطه التاريخ كامله. هذاك علاش برشا تمويلات واقفه ماكل تفكر الـ كل حدث هذاك 2020 اي اللي 34 مليار دولار ودرا شنو شفنا منهم براتيكمون حتى شيء. على خاطر العباد تقول لك انا وي جو سو بري انفستير، معناها حاضر باش نحط معاك فلوس في مشاريع معينه، اما مش نعطيك فلوس باش تخلص بها الشاري ولا تمشي للجيوب درا شكون. اعطيني وين باش نحط فلوسي والروتور سور انفستيسمون تاع الفلوس هذيك تو مد لك التمويلات. فهمت؟ كي نقولوا تجديد الشبكه نتاع السكاك الحديديه لنقل الفوسفات سيكو فما دي ريفوني من بعد، سيكو فما دي بينيفيس من بعد. نحكيو على مده انجاز خالد ما تفوتش العامين حسب التقديرات، يعني تقريبا 3 سنين 3 سنين ونص بطبيعه. احنا المشروع اللي نقولوا عامين راهو يكمل في 3 سنين اكيد، ديما نزيدوا كل العوايم هذاك ان شاء الله. ليه اي اكيد ان شاء الله ليه بصير. انا ما نتمنيش ولا نجيبوا شنو يعملوه نجيبوا شنو يعملوا السكاك العاديه ما نعرفشكم شي ينفذ المشروع، ولكن انت دون لابسولي باش نهزك الموضوع اخ. انت دون لابسولي ما حكيناش فيه خاطر احنا ما تقبلناش في بلاتو في الحكي. دون لابسولي في المطلق انت ما عندك مشكلة مع أنه نجيبوا شركات أجانب يبنيوا مشاريع في تونس، وإلا تقول لي لازم كفاءة تونسية؟ لا طبعاً لي. فمش عليش كفاءة تونسية أكيد هي عندها الأولوية في إنجاز المشاريع، ولكن وقت اللي يبدأ مشروع بتمويل خارجي وأيادي عاملة خارجية زي ده كيف كيف وكفاءة خارجين فما حد شيء. نعرفوا اللي قنطرة رادس وحلق الويد شكون بناها، نعرفوا اللي عدد المشاريع الكبرى في تونس عدد كبير من المشاريع بناوها يعني أيادي من كفاءات خارجية من دول أجنبية، وهما أثبتوا كفاءتهم في عديد المشاريع. زيدا فمش عليش ما نعملوش مثلا على الصينيين، ما نعملوش على تجارب أخرى مثلا كما اليوم القرض السعودي هذا نجم يكون هو ممول من طرف الصندوق السعودي، ولكن زيدا هو نجم يفرض أيادي عاملة من جهة معينة من دولة معينة من بلد معين. علاش هذا الكل باش نوصلوا في الوقت على الكلفه وباش نوصلوا في الوقت ونكملوا المشروع في العامين اللي حطيناهم كاجيل معناها للمشروع هذا. على خاطر للاسف خالد كي قلت لك راني بكري المشروع اللي تحطوا له عامين يكمل في 3 سنين و4 سنين راني مش مفادلك. لا مش متفائل لما ذاك الوقت كي تقول نتاع عامين يوفى في 4 سنين راهو متفائل خاطر بالنسبه للارقام نتاع السنوات على هما على شنو سنسونا هذا باش سنسونا سنسونا انه كي تقرا فك البلاك الصفراء مده انجاز المشروع 2 سنين فهمتني، وانت ديجا متعدي قدام البلاك هذيك بعد 4 سنين تقرا فيها. تحيه المحاول بندحه تحيه الرمبور بندحه العظيم صحيح اي اكيد اكبر شيء على العصر خير دليل اكبر اكزامبل لازم تفهم به. في موضوع السكاك الحديديه انا زاد ماذا بين نحب نبربش حاجه اخرى، خاطر اللي نعرفوه احنا انه برشا عباد معشت من حكايه التعطيل نتاع الخطوط نتاع السكاك الحديديه الناقله للفوسفات بيدو.
انا الرقم صلح لي كاني غلط ان نثبت انه مثلا التورناتا كانت تكلف 5000 في السكه الحديديه يا اخي، عملوا ما عملوا ولاو يخدموا في شركات نتاع كمين بعينها باش التورناتا ولات 25000. شو الديفينيس فوا 5 معناها لي حساب اشخاص معينه، والاشخاص المعينين هذوما حاليا في السجن فوالا، بما فيهم نائب سابق فوالا، وفما برشا كما قلت انت اونتر جيومي يعني استغلال الوضع واستغلال النفوذ وتمكميك اونتر جيومي كما نقولوا احنا بلغتنا العاميه من الملف هذا، لانه ملف الفوسفات ملف حيوي بالنسبه للدوله التونسيه، ولكن برشا ايادي دخلت في الملف هذا وشركات مناوله واشخاص خليت القطاع نتاع الفوسفات معناها ما يرجعش في نسق الانتاج الطبيعي نتاعه. ما نعرفش الرقم اللي عطيته، انا ما نناقشكش برشا في الارقام خالد، ولكن بالنسبه للفوسفات قطاع لازم يسترجع انفاسه في اقرب الاجيال، ولازم تونس تعتبره من القطاعات المهمه والحيويه ونوفروا له كل الظروف الى انه يرجع كما كان، وعلاش لا احسن مما كان، ونفسه عديد الدول المجاوره كما المغرب اللي بصراحه فاتتنا اشواط كبيره في انتاج الفوسفات وقت اللي احنا كنا من رواد الفوسفات في المنطقه في شمال افريقيا ومام حتى في العالم العربي. اونتين دو كاليتي لعبت ما فاتتناش، هذيك ديما يبقى معناها المنفذ نتاعنا، فاتونا اون تيرم دو كونتيتي اون تيرم دو استخراج معناها نحكي وتكنولوجيا و اما كيما اي حاجه في العالم نحكيوا على كاليتي بيور معناها نتاع فوسفات، ديما الفوسفات الروسي يبقى عنده بلاستو في السوق العالميه، ما عليك انت تخدم على روحك وترجع على الاقل ترجع لمستويات الانتاج والتصدير نتاع 2009 و2010، ومنه هو تنجم تحل برشا مشاكل اخرين تاع استثمارات نتاع 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 تمويلات مشاريع وغيره، معناها تنجم تنفس البلاد ريان كو كي باش ترجع لمستوى انتاج الفوسفات نتاع 2010 الحيويه هي راهو اللي مركز عليه البلاد. راهو نحكيو على الفوسفات وملفات، اسمع وعلى الفلاحه، واحد من الملفات اللي طول برشا طول برشا برشا برشا. هاي باش نعملوا ترتيحه صغيره مع الموزيكا لانفوترافيك تسمعها بعد شويه، كيما قلنا باش نحكيو في تفاصيل حادث سقوط امني من سطح نتاع عمارة، شنية صار، كيفاش صارت الحكاية، وين وصلت الأبحاث، كيفاش تمت العملية، باش ناخذوا إن شاء الله التفاصيل مع مراسل إي إف إم عمر حاج علي مراسل إي إف إم على إي إف إم. مرحبا بكم من جديد، 47 دقيقة الخميس 3 جوان 2024، كيما قلنا باش نفاول الساعة الأولى بخبر ماهوش باهي، كملنا به نهار البارح نحكيه على سقوط أمني من عمارة، سقوط أدى لوفاته، والتفاصيل باش نعرفوها إن شاء الله مع مراسل إي إف إم في صفاقس زميلنا عمر حاج علي. عمر صباح النور. صباح النور أخويا خالد، صباح الفل كل مستمعي إي إف إم. فعلا البارح ليلة حزينة كان نجم نشوفوها في صفاقس، وفاة كما قلت عون الأمن فوزي سعد اللاوي، هو أصيل أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد، عمره أقل من 35 سنة، هو نعتبروه معناتها إن شاء الله يكون شهيد الواجب. العملية تمت أثر مداهمة العمارة بإذن قضائي، العمارة هذه في واقعة في 5 أوت معناها الأريان أول سنية تونس أول طريق تونس، صارت فيها مشاكل معناها يسكنوا فيها فرقة جنوب الصحراء بطريقة غير قانونية، صارت مشاكل، تم معناها إذن قضائي، دعموا العمارة عوان الأمن، معناها أثناء المطاردة معناها خطر العمارة الأفارقة معناها يسكنوا مثلا في شقة ولا حاجة يسكنوا يعني أكثر من الطاقة معناها عدد كبير، صارت المداهمة هي العمارة يمكن 5 طوابق، ثم الإفريقي طاح من الطابق الخامس من سطح العمارة، والأمني معناتها زاد سقط يعني تم نقله على جناح السرعة للسبيطار الساق. بربي نعاودوا واحدة واحدة عمر باش نفهموا العملية. دونك جات شكاية من عند شكون؟ هي جات شكاية من عند اللي موجودين، ما صارت مشاكل معناتها خاصة من أنا يعني توانس الأجوار يعني صارت مشكلة في العمارة هذا حسب المعطيات الأول
ما انا بعد الشكايه تحولت الفرقه تحولت الفرقه اي باذن قضايا تحولت الفرقه تحول الامن للعماره هذه معناها باش اللي فاضل الاشكال اي اللي فاضل الاشكال وربما القبض ثم مشكله هي صارت ثم اعتداء هما ديما الفرقه خاصه في المده الاخرانيه معناتها يعني يتعاركوا مرات ثم خصومات على الاموال ولا على برشا اشياء معناتها تصير خصومات بيناتهم معناتها فهمت مرات تصير اعتداءات يلزم الامن يتدخل معناتها باش ربما باش بعد اذن يدخل كما يدخل في عركه ما بين توينسا كما في عركه ما بين اي ماهيش مربوطه بال يعني هي حاجه غير تصير في العنف ولا عادي معناتها نمشيو للعماره هذه اللي وقع كما قلنا في 5 اوت في اريانا في اول طريق تونس يعني مع الفارقه كما قلنا عددهم كبير مرات فنشقه ما عنديش المفروض يسكنوا فيها خمسه تلقى فيها مثلا 30 كما صارت المره اللي فاتت في العمليه الامنيه الحمله امنيه في أي النور في اي في الشخص في الحفاره وفي الحياه الشعبيه معناها تلقى شقه هيك على اساس انه فيها يسكنوا فيها مثلا خمسه هي تستوعب ماكسيموم خمسه اشخاص تلقى فيها 30 شخص به بعد هذيك صارت كما قلنا المطارده يعني نتج عليها المطارده هذه معناها سقوط عون الامن القروحه طلعوا للسطح معناها يعني يطاردوا فيها مع طلعوا عمر مستحق. عندكش فكره العماره قديش فيها من طابق لانه الامني اسقط من الطابق انا ما شفتهاش العماره لكن حسب المعطيات حسب ما استقيت من معلومات العماره فيها خمسه طوابق يعني هو اسقط من الطابق الاخير اذا كان هي خمسه طوابق دونك هو هم طلعوا لاخر طابق الافريقي مستح حسب المعطيات وحسب العون الامن فوزي الله يرحمه الله يرحمه يعني هو معناه شاب وعنده بنيه عمرها مع اقل من شهرين ومحبوب برشا هو حسب ما يحكيه وحتى زملاء اعلاميين من جهه الشخص معناه يعني يعرفوه معناتها معناه ديما بسمه في وجهه ديما المهم هو معناتها يعني تم نقله على اساس يسعفوه لكن الغالب معناه حسب ما حكينا مع الدكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحه بعد تقريبا درجين ولا اربع ساعه فارق الحياه معنا هذا الواحد انا ما نحكيو على سقوط خطير يا عمر من الطابق الخامس يعني ماهيش حادثه سهله صوت. اكيد انه الاضرار باش تكون كبيره كي واحد يطيح من جست خليني نكمل يا عمر لحظه بركه باش نجم نواصلوا ما نحكيوش فوق بعضنا شويه دونك هذا هو اللي حبيت نفسره انه الوفاه كانت نتيجه الارتطام بالارض حسب المدير الجهوي للصحه كما كان يحكي عمر وهذا هو انا اللي حبيت نعرفه انه المناوشات صارت في 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 الشقه اللي هي في الطابق الخامس ولا الشقه كانت في اللوطه وهما بحكم الكر والفر طلعوا لطوابق اخرى وغادي صارت المناوشات لا المناوشه صارت مش في الطابق الخامس ديريكت معناتها صارت يعني كان بيطاردوا فيهم انا باش ربما باش يشوفوا معناتها بعد اذن القضايا اثرت المشكله الاولى اللي صارت عليها المطارده والتدخل الامني يعني من بعد طلعوا بالطبيعه هم هربوا هربوا منهم شكون خلط عليهم المطارده الفوق يعني صارت الابحاث المفتوحه تو مازلنا ما نعرفوش رسميا هل ثم تدافع ادى الى سقوطه والا زلق طاح معناه اي الابحاث ما زالت متواصله القضاء فتح تحقيق حول ظروف وملابسات القضيه يعني القضاء معنا الحيثيات بالضبط يعني بعد البحث يعني زي ما بحث وتحقيق هذه القضاء امر فتح بحث تحقيق حول ظروف وملابسات القضيه ثم فرضيات لكن انا النتائج تجي مع خاطر معناتها يعني مازال البحث نستنى النتائج اما باركونتر نحب نعرف معلومه سامحني قصت عليك عمر بعد حاله سقوط هل تم القبض على المجموعه هذيا هم الامن معنا تم القبض على عديد الافارقه في جنوب الصحراء اللي موجود تواجدين في العمارة وبالطبيعة مش يتم البحث معهم في القضية ربما في القضية اللي انتج عليها زادة وفاة
الأمني والإفريقي جنوب الصحراء هذا اللي سقط زاد وتوفى على المكان ومش يبحثوا في القضيتين معناتها ثم الأولى والثانية معناتها عندهم ثم معناها ناس قبضوا عليهم معناها الأمن. ربي يرحمه ربي يصبر عائلته ربي يصبر السلك الأمني الكل ومعناها معناتها تشوي الحكي. بيان سور نحكيو على الأمني راهو عمره 35 سنة يا خالد والله تو سمعت اللي عنده بنت عمرها شهرين بنته عمرها شهرين وكانت يعني زملائنا كانوا تنقلوا حتى للمستشفى وكانوا عاينوا وضعية العائلة كان من المنتظر انه نتواصلوا مع حد من عائلة الفقيد ولكن نعرفوا الظروف متاع الوفاة ونعرفوا الحزن اللي يخيم على عائلة الفقيد على زملائه على العباد اللي يعرفوه سقوط من الطابق الخامس ماهيش حادثة سهلة هذاك ربي باش يكتب وان شاء الله ربي يكتبوا عنده شهيد وان شاء الله ربي يصبر عائلته وصبر زوجته وان شاء الله ان شاء الله بنته تطلع فخورة بوها وكها وان شاء الله ربي كما قلت يصبر اصحابه اللي في اصحابه اللي في الخدمه وسلك الامن الكل. شكرا ليك عمر. شكرا كان مازلت فما تفاصيل قلنا مثل يتم نقله هو المسقط راسه يمكن اليوم معنا يتم دفنه معنا في الجنازه اكيد مشاو معاه عديد البارح في حزب محكم عديد زملائه في حفوز عديد الناس اللي يحبوه واليوم في أولاد حفوز معنا في أولاد حفوز في عمر عندي سؤال موقع أرابيسك أورد أنه في نفس العملية فما مهاجر غير نظامي زاد توفى في الحادثة. أي بالضبط كما أنا كنت أشرت حتى البارح في التصريح متاع دكتور حاتم الشريف ثم المهاجر زاد سقط من سطح العمارة من هذه فرد وقت تحو ولا اي معنا متجمع معنا تقريبا معنا بيناتنا متقايق هو ما هو توفى على عين مكان توفى معنا حسب ما هو ربي يرحمه زيد ربي يرحمه معلومة مهمة ذي انه هذا يأكد انه فما تدافع ما يأكدش مازال بحث تحقيق مازال بحث وتو نعرفوا نتائج البحث مازال بحث خالد اي يعني مش خاطرك تقولها هذا يأكد لي فما تدافع وفما تدافع وكر وفر متفاهمين على عملية يعني مداهمة ونحكيوا على عملية هروب ونحكيوا على محاصرة دونك ما نعرفوش كيفاش شادوا في بعضهم متاحة مادام بيناتهم دقائق سيكو ما شادوش في بعضهم بيناتهم دقائق هو قال سي عمر قال بيناتهم دقائق دونك الأمني طاح وبعده طاح المواطن من الافريقي من جنوب الصحراء وربي يرحمهم الزوز ربي يرحمهم الزوز ربي يصبر مره اخرى عائلة فوزي عبد اللهوي وزوجته ان شاء الله بنته نهار اخر تطلع فخوره بابوها وربي صبر وربي معناها تعزينا للسلك الامني الكل التوانسه الكل وللتوانسه الكل 57 دقيقه باش نسمع الميتيو مع جيهان الاخبار بعد شويه مع سلمى هلال مهلي يجيكم في اخبار الرياضه نتقابلوا احنا ان شاء الله في ساعتنا الثانيه من الماتشينال.